اذا انا معي ليبل معين سكيورتي ليبل معين ما بقدرش استخدم اي ريسورس او اي اوبجكت له سكيورتي ليبل اعلى منه. ممنوع اجي ادخل مثلا الطابق الرابع وانا مسموح لي بس ادخل لحديد الطابق التالي فور اكزامبل. كاكزامبل على الماك اكسس كنترول بوليسي في عندنا في الويندوز فيستا في عندنا شيء اسمه مانديتوري انتجريتي كنترول اوكي الام اي سي كنترول ان ويندوز فيستا. الموديل طبعا بيحكي عن انشورنس انتجريتي باي كنترولينج رايتس اند ديليشنز. ديليشنز يعني عمليه الكتابه والحذف اوكي. يوجوالي الويندوز بتعطي ليبلز اون سبجكتس and when a user logs on windows vista assign an integrity security id to the user access token طبعا includes in security access token label that determines the level of access to that token. So resources عليهم labels في windows هذا high security low security trusted untrusted وكذا ما راح تشوف هلا يعني labels في windows. لما انت تدخل كيوزر من حد ما تسوي لوج اون حسب الجروب اللي انت فيها وحسب الاكسس الماك الاس اي دي اللي لك بتحط هذا السكيورتي اي دي بتلزقه مع التوكن بتاعت اليوزر نفسه. فلما يروح يستخدم ريسورس الويندوز تتاكد انه هذا السكيورتي ليبل اللي معك بيسمح لك تستخدم هذا الريسورس ولا ما بيسمح لك تستخدم هذا الريسورس كليبل. اول شيء كليبلنج في الويندوز في كمان داك في الويندوز فيستا في كمان داك. شو بسوي بعد ما اضمن انه انا ليبلت اني استخدم هذا الريسورس؟ شو بقدر اسوي كمان؟ بروح اطلع على الاكسس ليست او على الكابابيلتي ليست. اذا هذا النوع اللي هو الام اي سي في الويندوز فيستا بلغيش الداك بس بضيف تو ليفلز اوف اكسس اوف اكسس كنترول. سو يوجوالي يو ليبل اوبجكتس اوكي ار اولسو اسايند ان انتجريتي. طبعا الاوبجكتس نفسهم في عليهم ليبلز زي ما حكينا واليوزرز في عليهم ليبلز. طبعا الاوبجكتس زي ايش في الويندوز؟ فايلز بايتس بروسيز ثريدز اوكي ريجستر كيز سيرفيسز اتسترا. الاكسس كنترول بوليسي كان تو رايت تو اور ديليت ان اوبجكت الانتجريتي ليفل اللي لك لازم يكون مطابق او اعلى طبعا فيستا تشيكس الماك فيرست اف باست وين بتروح؟ تاني. اذا ما شاف الماك او الام اي سي هي اسمها في الويندوز اللي هي الانتجريتي كنترول توكن. اذا ما شاف الانتجريتي كنترول توكن بروح على التاني اوكي. سو ماك بروفايدز ا لاير اوف اكسس كنترول ان اديشن تو ذات ات داز نوت ريبليس اوكي. ما بتمسح ما بتلغيش الداك في الويندوز بس شو بتسوي بتضيف لاير من الكنترول. طبعا ويندوز فيستا ديفاين 6 انتجريتي ليبلز اور ليبلز لو ميديوم هاي اند سيستم. لا طبعا لا 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 طبعا ممكن يكون في عندك انترستد نهائيا يعني يو ار انترستد اتول معكش ليبل بالمره يعني نو واي انه يدخلك على السيستم. هلا ويندوز فيستا او 7 نفس الشيء ولا شو؟ ام نوت شور الصراحه اباوت ام نوت شور بس انا اي بليف انه التكنولوجي يعني يوجوالي في الويندوز يعني خبرتي في الويندوز بيمشوا يوجوالي بس بيحسنوا على الاشياء اللي هسه يعني انا يعني تو بي اونست اي دونت نو الويندوز 7 ماك موديل اللي عندهم بس وات ايم شور انه ما بيختلفش كثير عن الموديل اللي موجود هون. دير بالك مره تفضل كمان انه المشكله كانت في الفيستا فشل الفيستا من هذا الموضوع كثير يعني من السكيورتي. لا هو دير بالك هو مش فشل هو بط دير بالك كان في عندهم مشكله افيلابيلتي مش مشكله سكيورتي على فكره في السكيورتي يعني مش مشكله الافيلابيلتي كانت بس هو زياده السكيورتي وما صار في تداخل في الموضوع يعني ما هو شوف الموديل صحيح 100% هذا الامبلمنتيشن ممكن يكون زي ما حكينا بتذكر كمان مره الرسمه اللي حكينا عنها يوجوالي دائما بينزلوا مشكله في الويندوز شو بيسووا؟ بيسووا امبلمنتيشن سريع بينزلوا على السوق بكون في جابس اوكي بصير يلحقوا باتشز
كل باتش بيحطوها باليوجوال بتفتح ايش؟ هذه مشكلة الموديل، مش الموديل، الموديل سليم. يعني الموديل تاع السكيورتي في البيستا او حتى في اي واحد فيهم الصراحة يعني الواحد يحكي الصحيح لانه يعني مدروس بشكل منطقي جدا وبشكل مرتب، بس هلا بالامبلمنتيشن شو عمله بصير او في العملية في العرض الواقع يعني ممكن تكون هذه يعني تفضلت فيه سليم على راس وعين. ليش؟ لأن الباتشز يوجوالي تفتح بجز، مفهوم الحكي، وصل هي مشكلة بجز، مشكلة ال الأول اللي نزل اللوك هورن كان يعني كان وضعه أفضل من الفاينل اديشن اللي كانت المشكلة اللي صار فيها كانت كارثة. شوف أنا بدعيش إنه بيرفكت كده، يعني بدعيش إنه يعني في الويندوز بيرفكت بقصد، يعني مش الموديل حلو، بس تنساش إنه يعني تكنولوجي ولازم تعرفها. لا يزال في ناس لهلا بيستخدموا بيستا، صح ولا لا؟ ويمكن يعني حجم كبير جدا من الناس بيستخدموا بيستا. بس مو على اساس انه يخلصوا بيستا، صح؟ بالمشاكل. طيب بس يعني anyway في عندي ليفل زي ما حكينا ممكن توصل لحديت تراستد انستول. ولاحظ انه يمكن يعني هذه في السيفن ليش ما تكونش نفس الموديل في السيفن؟ يعني ما فيش ما يمنع انها تكون، لانه احنا كانستولر انت هلا بتقدر تسوي كل شيء. ستيل لما تسوي لوج اون اوكي في عندك الاكسس موديل برضه بيعتمد على التوكن اللي انت بتاخذه باللوج اون، فما فيش ما يمنع. بس هل هو بالضبط هذا اللي بيصير في ويندوز 7؟ انا هاي الفيكسون انا كانت اشهر اوكي؟ يعني من مشاكل اصلا الويندوز انه كل فتره ما انت عارف بغير يعني تنزل اشياء بدوروا على الاشياء السابقه يعني بيشوفوا من محلات تانية. يعني هاي بيرسونالي ما تبعتش اتليست السكيورتي موديل تاع الويندوز 7 كاملة ككونسبت زيها اوكي. بس هذا كاكزامبل على الماك اكسس كنترول واضح انه مستخدم وموديل يعني لما تطلع عليه ككونسبت واضح جدا، لانه هو دير بالك في يعني عشان انا اكون صادق معكم يعني في على الاقل كمان 2 اور 3 تشابترز بيحكوا بس عن هذا الموضوع. يعني كيف بدك تمنع التروجن هورسز؟ بتقدرش تمنعه الا في شيء زي هيك، او افضل موديل لمنعه تمنع التروجن هورسز فور اكزامبل انك تسوي اكسس كنترول موديل من هذا النوع. يعني بقدرش انكر انها طبعا احنا ما يعني بقدرش ادخل في كل التفاصيل اللي مطلوبه هون للاكسس كنترول موديلز، بس اديس هذا كاكزامبل على الماك موديل مع الداك اوكي. خلينا نسمي ماك مع داك او اتليست زي ما حكينا لايرز اوف سيكيورتي. تفضل. كان يعني كان في مشكله هنا في الانتي فايروس. لا انا مشان اشيل الانتي فايروس لازم اول مره اعمل يعني طبعا بتقدرش تعمل ان انستول للانتي فايروس وهو سيرفر شغال. بتقدرش بنفس الوقت وحتى لو انت ادمنستريتر توقف السيرفيس. صح. السيرفس تبعك حتى لو كانت مستريتر وعلى فيزيكال على السيرفر بدك تولز اضافيه مرات انك تسوي بعض الاستوردر على السيرفر. الموديل الطريقه اللي عملت انه لازم اوقف شو اسمه السيرفر حتى تسوي شغلات زي يعني الويندوز يعني حريصين انه حتى الادمنستريتورز مرات ما يقدروش يوقفوا مثل هاي السيرفيسز. هم بيعطوك سي ديز او بتلاقيها على الانترنت موجوده تولز تقدر من خلالها تسوي بعض الاشياء الاضافيه اللي بدك اياها. بس انا اللي بحكي فيه يا جماعه انا اللي بحكي فيه انه اي واحد بيفهم الداك بيفهم المال وبيفهم الرول بيز مش بس تفهم الويندوز 7 كيف تشتغل، بتفهم اي اوبريتنج سيستم جديد ويندوز 17 اوكي ولا ويندوز 700 ولا ويندوز هذا بتقدر تفهمه بانك تقعد تقرا وتشوف شو اللي عماله بيصير. يعني بمعنى او باخر لما نيجي لويندوز 2007 عايز اقول لك شو بيكون يا ماك يا داك يا ارباك اوكي يعني كونسبت وايز يا كومبينيشن منهم. هذا اللي انا بقصده فيه هذا يعني هذا الليكتشر بالتحديد، لانه يعني انا بقدر اجي بس على الويندوز 2007 وهيك بشتغل.
بس انا ما بدي هيك اوكي. انا بدي نشوف احنا لو قرانا الويندوز 2015 اللي بده يجي بفهم ولا بفهموش. هذا الهدف من الاشياء اللي انا بحكي فيها اوكي. يعني بعرفش ابروش احنا اخذنا كابروش ممكن نكون مخطئين فيه, بس اتليست هذا اللي عملنا بنشتغل عليه, او هذا الموديل اللي عملنا بنشتغل عليه. اوكي نجي نحكي عن رول باك, بعدين بناخذ بريك اوكي. رول باك اكسس كنترول اللي هو يوجوالي يو جروب اليوزرز انتو جروبز ويو جيف ذيم رولز على الريسورسز اللي عندك. سو يوجوالي يو هاف ريسورسز يو هاف رولز واليوزرز ار اسايند هذا النورمال من الرولز. وهذا الموديل كمان موديل جيد اوكي, يعني زي وبرضه يستخدم كمان في بعض يعني في الاوبريتنج سيستمز مثلا الادمنستريتورز رول الباك اب اوبريتورز الباك اب ادمنستريتورز اوكي كمان رول. فسو يوجوالي يو ار جروب انتو سيرفر رولز, بس بمنعش كمان مره انه تكون انت ادمنستريتور ومعك انتجريتي او ام اي سي اوكي الماندتوري انتجريتي كنترول ليبل والريسورسز ليبل, وبعد كل ذلك يكون في عندك ده بمنعش من حيث الكونسيبت ما بمنع. كان انت كديزاينر لسيستم معين بتكون بدي كل هاي الاشياء. فالاصل في الاشياء انه انت في الاورجنايزيشنز بتسوي كلاسيفيكيشن او جروبنج لليوزرز او للكلاينتس اللي عندك في المؤسسه او في الوزاره, يو دوكيومنت شو الاشياء اللي بيسووها وبتعطيهم وبتحطهم في الرولز بناء على الاشياء اللي بيقدروا يسووها. فيش داعي زي ما حكينا اذا انت فاينانشال مانجر او حتى فور اكزامبل داتا انتري مانجر انه يكون في عندك كل الصلاحيات على الـ على الـ على السيستم اللي موجود عندك. نو يو جروب ذم وبعطي كل واحد الرولز اللي هو ممكن انت تكون في وقت تقدر تدخل بيلز وفي وقت تقدر بس تسوي مانجمنت لهذه البيلز او برينتينج لهذه البيلز. اذا بحطك ممكن اعطيك تو ديفرنت رولز. الشطاره وين يا جماعه بالسوق؟ الشطاره وين؟ دير بالكم انتم يعني كلياتنا مش بس انتم يعني كلياتنا احنا كادمنستريترز بشكل عام يوجوالي بنستخدم الديفولت رولز. يعني باجي على ويندوز بقول فيها 4-5 رولز بستخدمهم, باجي على يونكس بقول هدول الرولز مثلا فيهم بستخدمهم. شو الاصل احنا نسوي؟ مش شيء. ديفاين يور اون كاستمايزد رولز. هاي الاصل انك تسوي, بسمح لك الويندوز بسمح لك شو تسوي الاشياء وكل رول شو بيقدر يسوي. وتقدر تسوي كورس او فاين جرين كمان مره, بتقدر تسوي كورس او فاين جرين يعني بمعنى اخر بتقدر تنزل لليفل شو يسوي بالضبط على كل فايل او شو يسوي بهداك الدايركتوري بشكل عام. اوكي تفضل. الويندوز بنعمل على الجروب يعني نعمل جروب اوبجكت نعطي صلاحيات معينه نعطي ليوزر بنضيفهم في الجروب زي الاورجنايزيشنال يونتس ويقدروا عن سبيع الجروب بوليسيس طبعاً والجروب. إذا بقدر أسويهم مدام بقدر أسويهم يعني الأفضل إني أبلش أسوي دوكيومنتيشن للأشياء عندي في المؤسسة, أسوي تيبلز أوف يوزرز and the roles تاعت هدول اليوزرز والأكتيفيتيز اللي بيكونوا فيها, وأنشئ جروبز على الأشياء اللي والأكتيفيتيز اللي بتتم عندي وأحط اليوزرز في قلبها على هذا الأساس. So usually في عندي ماتريكس طبعا ممكن تكون بنفس الحكي طبعا اسويها كابابيلتي او اكسس كنترول ليست. في عندي اليوزر في اي رول موجود وهذا الرول شو بيقدر يعمل اوكي. اذا هذا الرول شو بيقدر طبعا في ديفرنت ليفلز من الاكسس كنترول في شيء طبعا فيرجنز بنسميهم في ار باك 0 ار باك 1 وار باك 2 وفي ار باك 3. ار باك 3 يوجوالي بيشملهم كلهم عباره عن ادفانسد ستاندرد اوكي, يعني بمعنى اخر ممكن من خلاله تبني الرولز وتبني الاكتيفيتيز في كل رول وتقدر تحدد كل اكتيفيتي من والعلاقه بين اليوزرز والرولز والبرميشنز لهذا الرول على كل ريسورس من الريسورسز او سيشن او على كل يوزر. وفي نفس الوقت اذا في عندك بعض الكونسترينتس الاضافيه بتقدر تضيفها. اذا هم عباره عن مجموعه فيرجنز ار باك 0 ار باك 1 ار باك 2. اليوم كانت يعني تحكي عن 2011 اعتقد هون من متاسف 2010 خليني بس اشوف في النست. طبعا عباره عن
البيرميشنز واليوزرز. هناخد مثلا في اي مؤسسه عندي الهيومن ريسورسز ديبارتمنت، لما بتعين واحد بتعطي للاوثرايزيشن ادمنستريشن هذا اليوزر، وهذا اليوزر المفروض يحصل على كل الابلكيشن شو الاشياء اللي بيقدر يسويها كل يوزر جديد عندي بوظفه او حتى اليوزرز الموجودين. اذا بطلت انت مسؤوليتك كنتورك ادمنستريتر لحالك تحدد كل الاشياء هاي. كمان الهيومن ريسورس ديبارتمنت هي بتسوي دوكيومنتيشن للاشياء وبتسوي تشيك على الرولز، بتعطيها انت فورم وهي بتسوي تشيك على الرولز على الاشياء اللي بيقدر يسويها. انت كادمنستريتر مسؤوليتك شو تسوي؟ بس تسوي الامبلمنتيشن. مش مسؤوليتك تحدد انه انا شو بسوي، مش مسؤوليتك تحدد انا عندي 2 جيجا ولا 5 جيجا. في عندي بوليسز في هذا، مش انا كادمنستريتر المسؤول عنها، المسؤول عنها البوليسي في المؤسسه. وهذه البوليسي هي يوجوالي بتكون موجوده عاده في الديفرنت ادمنستريتيف لاير زي الهيومن ريسورس ديبارتمنت. من حد ما عينك انت كسكرتير ما بعطيك في الفورم اللي بعينك فيه شو الصلاحيات اللي بتسويها وين المفروض تسويها وعلى انهم كمبيوترز المفروض تسويها. الادمنستريتيف والابلكيشن اوثوريتيز شو هم بيسووا امبلمنتيشن وتطبيق للاكسكيوشن لهاي. هاي يعني الكونسبت الاساسي للرول بيست اكسس كنترول موديل. وهذا النوع من الاكسس كنترول مودلز كثير مهم وبده دوكيومنتيشن، يجب انه يتسوى دوكيومنتيشن. طبعا لو في وقت كان سوينا اكزامبلز على يعني على كل على مؤسسه معينه يعني ممكن ما فاتش يعني ممكن نسوي ديسكشن. لو فرضنا انه في المؤسسه عندك انت شو بدك تسوي، يعني لو اخذنا بلديه شو ممكن نسوي في البلديه؟ يعني اكزامبل ناخذ اكثر من رول في البلديه ونحكي عنه، مين ممكن يحكي لنا يعني كيف ممكن يطبق هذا الكونسبت عنده في مؤسسته على سبيل المثال بلدية أو شركة أو حتى وزارة كمان. من البداية شو بدي أسوي؟ كيف بدي أسوي الأشياء؟ بدي أجيب أسماء كل الموظفين عندي، هذا أول شيء. هذا الشيء الموجود طبعا، بدي أحدد الشيء الموجود. انسى اللي بدي أوظفه جديد على الأربع. أوكي على الأربع. يعني ما هو بدك تحطهم في النهايه، بدك تحطهم بدك تسمهم بشكل مباشر لا بس تجيب ليست والبوزيشنز تاعهم بوزيشنز اوكي والبوزيشنز اللي عندي بجيب بعديها الريسورسز جوب ما هي جوب ديسكريبشنز يعني بوزيشن صح يعني بوزيشن اوكي وبسوي كلاسيفيكيشن قبل يوزرز الرولز اوكي وجروبينج الرولز وبعدين اليوزرز بحطهم في هاي الجروبس اوكي بسقط اليوزرز في هاي الجروبس بس بدنا ليست اوف يوزرز في بدنا ليست اوف بس مش هم اللي ببني عليهم مش هم اللي ببني على الرولز بتاعتهم او المتاسف البوزيشنز تاعتهم جوب يعني جوب ديسكريبشن ولا بوزيشن ديسكريبشن يعني اذا بتوصل نفس الحكي ما فيش مشكله اكثر من البوزيشن يعني مرات انا عندي مثلا لا شوية ممكن يكون الجوب ديسكريبشن تاعتك بيعطيك تو بوزيشنز ما فيش مشكله بس البوزيشن مش مهم يعني ممكن انت تكون موجود في تو بوزيشنز ما فيش مشكله بس ما بنيش على الجوب ديسكريبشن بعطيك تو رولز ما في بس اعطيك تو رولز جوب ديسكريبشن بدوز تقول عشان مشاكل فبدك انت بتشعب الامور في الجوب ديسكريبشن بدك اياها الجوب ديسكريبشن مش بدك اياها بس بدك البوزيشن كل بوزيشن شو بيسوي اذا انا القصد هو يمكن شو البرمشنز المطلوبه منه غير عن مسؤوله مثلا هو الظرف بس مش بعطيه اياها بمره بس بشكل مباشر للشخص بعطيها للرول اللي هو وبحطه في كل ممكن احطك في اكثر من جروب ما فيش مشكله ممكن احطك في اكثر من جروب بناء على جوب هذا القصد يستفيد على اساس انه في جوب او في بوزيشن لا حد مين حل الورقة السابقة لا مش في مطرقة مين حل الورقة السابقة السؤال حل صباح معقول صباح لا السؤال بالنسبة للسؤال لازم أعمل سؤال أما الشرح لازم يجاوبه طب ما أنا بقى أعمل لكم بيست من لا السؤال طبعا بتعمل هو هذا الكي صح انه بتعمل
تعمل انكريبشن لما عمل فايل على الاي كي يعني كل فايل كل يعني only working two bar two nibbles يعني two nibbles بكرر يعني نفس الكي بكرر كل two bytes بختار نفس الكي مش البايت الأول لا لا كل two bytes يعني بسوي grouping كمان بسوي grouping كل two bytes بعملهم نفس الكي يعني الام والاي بسوي لهم encryption والسي والاي بسوي لهم encryption example هو بالنهاية example بس أكيد عشان يعني أهم شيء تعرف إنه إذا أنت سويت هون text وهون key هون بده يكون something different. هلا لما يجي الملر يحاول الكي تاني بده يطلع معك شيء تاني. إذا حاول البوب حاول بنفس الكي بده يطلع معه نفس اللي أنت وديت له إياه. يعني هذا example على confidential. أوكي example على simple example على بس مو إكسورينج يعني ممكن يكون تعقد طبعاً بدل إكسورينج دير بالكم الأدفانسد إنكريبشن ستاندرد عبارة عن إكسور الأدفانسد إنكريبشن ستاندرد عبارة عن خربطة أشياء بما فيها الإكسور يعني لو بدي أوصفه أنا لو بدي أوصف الأدفانسد إنكريبشن ستاندرد بشكل بسيط أو الديس اللي هو داتا إنكريبشن ستاندرد عبارة عن operations على الداتا مختلفة وأكثر من operations فهذا يعني بيمثل موديل حقيقي للإنكريبشن بيمثل موديل حقيقي للكونفيدنشال في عندي إكزامبل هون بس نناقشه بعد بريك طيب إذا بعد بريك بس نحكي دقيقتين على الإيباك الإيباك إكستنشن للأرباك بضيف عليه More general model than RBAC where permissions are assigned to any attribute, okay, not just the user's role. For example, بقدر أقول له الـ age إذا كان greater than 18 بالإضافة للرول طبعاً. Okay, ديك الساعة he can access the website. إذا كان الـ level of assurance greater than 2, then grant read access to database. إذا كان الـ level of assurance, for example, greater than 3, grant update access to database. إذا بقدر أضيف عليه كمان attributes إضافية حتى يسوي أي شيء. So by this بنكون إحنا حكينا عن access control models في security systems واللي هم mainly كمان مرة DAC والماك والأرب والأرباك والإباك وال DDL لا الحكي عن DDL نسمع منك أوكي كيف ممكن انه يساعدنا هذا الموديل داتابيز موديل كلكم بتعرفوا في عندنا داتابيز مانجمنت سيستم في عندنا الفيزيكال داتابيز نفسه التيبلز نفسه في عندنا كمان الاذر اكسس تيبلز داتابيز ديسكريبشن تيبلز في عندنا اليوزر ابلكيشنز اليوزر كويريز مع DML and the query language processor حتى أستطيع أني أسوي عملية access للdatabases اللي موجودة عندي كموديل طبعاً بنحكي عنه هذا كموديل و so we have multiple tables usually linked okay by identifiers اللي هم الكيز constructed from tables of data use of a query language usually we use the BLSQL حتى أنه نستطيع أن نوصل للtables we can define criteria like add, delete, change, insert, whatever طبعا في عندنا كمان الريليشنال طبعا بتعرف في عندنا الريليشنال داتابيز وفي عندنا ستاتستيكال داتابيز كيف يعني الريليشنال اند ستاتستيكال داتابيز خلينا نشوف وين بس بعض المشاكل اللي ممكن نواجهها في بعض الداتابيز يوجوالي في الريليشنال داتابيز في عندنا البرايمري كي الفورين كي في عندنا التابلز الروز الريكوردز الريليشنال تيبلز الفايلز الاتريبيوتس والتيبلز والفيرتشوال تيبلز والفيوز والوات ايفر كلها موجوده عندنا شو
طبعا كلهم بنسوي لهم كمان مره اكسس باستخدام الاس كيو. شو ممكن افضل اكسس موديل يكون للداتابيز مانجمنت سيستم؟ يعني شو يعني لو بدك تسوي ريكومنديشن لاكسس موديل للداتابيز مانجمنت سيستم شو ممكن يكون؟ اوف كورس يعني يمكن ديزاين اقوى. يعني شو الاشياء اللي موجوده؟ يعني شو الاشياء اللي ممكن تكون موجوده وعلى انو ليفل موجود؟ يعني شو الديفرنت سكيورتي ليفلز والكونسبتس تاعون الداتابيز مانجمنت سيستم؟ في ديفنتيكيشن الاوثنتيكيشن طبعا في البدايه هذا ما جاء على الاتفاق بحكي عن اكسس كنترول. اوكي يوزرز شو بتعمل كان على ايش على اي ديتا من صار اي او وفي كمان كونكشن بنستخدم الفيوز بعد الفيو بتعمل دي اها الناس شو بتعمل بعد الفيو بعطيهم كلام على اليوز حتى بخفي الكابلز الطحين هاي بتكون مش حدا بيعمل اكسس بعمل الفيو بالداتا اللي مسموح هدول الناس شو بعطيهم كلام على اليوز. يعني لو نصنفهم في الداك والماك والار باك ممكن نستخدمهم كمان نحط على داتا بيسز ولا لا؟ طبعا ممكن نستخدمهم. اوكي سو داتا بروفايد اكسس كنترول فور داتا بيسز اسيوم اوثنتيكيتد يوزرز يوجوالي الداتا بيس مانجمنت سيستم بروفايدز سبيسيفيك اكسس رايتس تو بورشنز اوف ذا داتا بيسز. طبعا بورشنز المقصود فيها هو مين ممكن تكون على مستوى كل المستويات اللي ممكن تكون. طبعا كان سبورت رينج اور رينجز اوف بوليسز سنترلايزد او ديسنترلايزد ادمنستريشن بالاضافه للاونر شيب موديل على الداتابيز اللي موجوده. يوجوالي في الاس كيو ال اكسس كنترول كوماندز ممكن نستخدم الجراند او الريفوك. مين عمره استخدمهم؟ استخدموهم عادي اللي بنستخدموها وقديش تقدر تتحكموا في الاشياء في هذول الدوكيومنت حتى الفورم لمستوى الفيلد يعني ممكن توصل اذا ممكن توصل اما كمان مره اما كورسي جرين على التيبل او على الداتابيز ممكن تكون فاين جرين على الريكورد او على فيلد في الريكورد. دو يو ثينك انها يوسفول تولز ان تستخدم هاي في الداتابيز مانجمنت سيستمز؟ يعني إذا أنت good tool حتى أحدد اليوزرز وأحدد شو اللي بيسووه على كل إيفنت عندي؟ يعني حسنا على فيو كونسيدر اللوكال أوكي بس بدك تحكي واحد زين على الإنترنت على المصادر يعني فوق على مستوى اللان الداخلية اللي عندك ما هو دي بالك أنت يوجوال في عندك كمان مرة يوزر on behalf of the internet users هو اللي بيستخدم الداتا بيس عندك. أوكي هو كمان بيعطي الصلاحيات شو الأشياء اللي يعني بس دير بالكم مرات احنا بصير عندنا مشاكل بهي الاشياء. يعني حتى في الانترنت ابلكيشنز بنعطي اليوزر اللي بيدخل على الداتا بيز يوجوالي بنعطيه فل اكسس على الداتا بيز. هذا كمان شماله مع الاس اي مع الكل. اوكي يعني الاس اي ادمنستريتور اصلا معروف كيوزر نيم هو مش معروف يعني المخفي بس الباسورد بس حتى مع صلاحية تسوي أي شيء. إذا أي واحد بيقدر يسوي أي سكريبت كمان حتى تستخدم الاسمين بشكل authentication إنها تسوي نوع من الأكسس على الداتابيز. إذا لازم ندير بالنا كمان لهاي الأشياء. دير بالكم في السيناريوز عندي كم من question على السيناريوز بس واضح كلكم بتعرفوه إنه كيف بدي أحل مشاكل في organization مثلا الويب بيج سوينا عليها بعض الديسكشنز إنه لازم مثلا الاس اي هذا أحدده أغيره كبوليسي أغير الباسورد تاعته كل فترة. اوكي وين بتغير طبعا في الكونفجريشن فايل اذا بدي احمل الكونفجريشن فايل بايش بحميه بالتشينج مود. اوكي اذا كل هاي الاشياء دير بالكم ريليتد لبعضها. اذا بدي احط عندي بلان معينه ماستر بلان معينه واسوي عليها زي تشيك ليست هل انا بسوي هاي الاشياء صح ولا بسويهاش؟ في الايزو 27000 شو بقول لك؟ بقول لك مش انت اللي بدك تسوي التشيك ليست هاي اللي انا بحكي عنها. بدك تروح للفيندر نفسه تروح تشوف الماي اس كيو ال مثلا او الاس كيو ال سيرفر في ويندوز اس كيو ال سيرفر شو السكيورتي تشيك ليست اللي عنده وموجوده ببلشت لانه فيرجن لانه تاريخ ببلشت كمان اوراكل داتا بيز مانجمنت سيستم بدك تاخذ من اوراكل سايت اوكي او من اوراكل بروفايدرز تاخذ التشيك السكيورتي تشيك ليست تاعتهم ويو هاف تو تشيك كل تشيك بوكس حاطين لك اياه 1 باي 1
حتى تضمن هذا العادي 27,000 شو بقول لك اياه، حتى تضمن انه انت كادمنستريتر سويت اللي عليك بما يدعي الفيندر، لانه الفيندر بعدها اذا صار اي مشكله وانت مش مسوي التشيك ليست شو بيقدر يقول لك 27,000؟ احنا قلنا اكزاكت. هلا شو مشكلتنا احنا؟ احنا بننشئ التشيك ليست حسب مفهومنا، ويمكن اكون مسوي فيرجن انا قبل يعني فيرجن 1.0 وصارت فيرجن 2.0 وانا بسوي التشيك ليست اللي سالني مش كامل حسب مفهومي بطبقها على 2.0. طب واي؟ دير بالك احنا الادمنستريترز كمان عندنا مشاكل. صح؟ لأنه عقليتنا مش سهل تتغير مع الأشياء الجديدة. سوف شو المفروض نسوي يا أستاذ منير؟ ضحك ضحك كثير ضحك. شو المفروض نسوي؟ إنه إحنا كمان نصير يعني أبديتد وأدابتبل مع، لأنه الستاندرد هذا 27,000 بحذر بقول لك روح جيب التشيك ليست السكيورتي تشيك ليست لكل برودكت من البرودكتس اللي عندك وتأكد انك عمالك تسويها بالشكل الصحيح. اذا انا ما بقدر اقول انه والله هذا الداتا بيز اس كيو ال سيرفر هلا عندي سيكيور الا اذا جبت التشيك ليست وتأكدت انه سويت كل الاكشنز اللي مطلوبه مني. حتى الاباتشي لازم اروح اجيب التشيك ليست تاعي كلها ابديت كلها ببلش وابديت بجيب الليتست. والله سويتها ولو كانت عندي من السنه الماضيه خلص فيها نفسها. طب ما هي كل يوم بتغير على الاباتشي. وإذا سويت انت اي باتش على اي شيء عندك المفروض انه تسوي سيكيورتي تشيك ليست ابديت حتى تتاكد انك عم تسوي الاشياء. هذه من ضمن المسؤوليات اللي بتتم على الادمنستريترز بالايزو 27,000 استاذ. اوكي حتى انه ما تغلطش في الاشياء. طبعا هاي اكزامبلز على اللي ما استخدموهاش ممكن تسوي ريفوك اوكي سيلكت اون اني تيبل فروم Ric Flair for example, or you can grant select on any table to any entity في السيستم اللي عندك. طبعا الجنرال ستراكشر للكوماند هي موجوده فوق. Okay, so you can use it okay, in your SQL commands. Role based access control works well okay, for database management systems. ليش؟ لانه ممكن انا اسوي categorization للبوزيشنز اللي عندنا اللي هو كادمنستريترز كابلكيشن اونرز او كاند يوزرز. الداتا بيز اوكي الار باك ماست مانج رولز اند ذير يوزرز. وهذا طبعا موجود كاكزامبل في المايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. سو يو كان مانج هذه الرولز واليوزرز في انو رول بتاعك. مرات كثير بالك الويندوز بتعطيك اما السكيورتي موديل تاع الاس كيو ال سيرفر لحاله او بتكون مع الاوبريتنج سيستم. يعني تاخذ يعني تاخذ الجروبس والاوثنتيكيشن منين تاخذها؟ من الويندوز او تكون لها الاوثنتيكيشن على الداتا بيز مانجمنت سيستم نفسه. مظبوط؟ اوكي؟ لما بتحكي عن يوزر سمعين الانجن نفسه طبعا الويندوز طبعا مش ابلكيشن لا مش ابلكيشن ما بحكي على ابلكيشن بحكي على الداتا بيز مانجمنت سيستم نفسه. اوكي؟ طبعا ممكن انت تبني موديل ثاني ممكن التيبل تحط فيها يوزرز وتحط فيها باسوردز وتحط فيها الاشياء اللي بدك اياها. طبعا شوف في الويندوز ما بتقدر تستخدم الاكتف دايركتوري هون انت كمان يعني طبعا الالداب يعني بتقدر تكمل الاشياء بشكل سهل. راح ناخذ كمان الراديوس كمان كبروتوكول راح نحكي لما نحكي عن وايرلس راح نحكي عن الراديوس كمان. الراديوس كمان ممكن يستخدم بشكل جيد في عمليه الاوثنتيكيشن وتكون اليوزرز مع الباسورد ساعتها ممكن تكون موجودات مبنية على الداتا بيز او على الاوثنتيكيتر خلينا نسميه. هذه يمكن من اهم المشاكل اللي ممكن نواجهها في الداتا بيز. مين عمره سمع عن الانفرنس كيس؟ انفرنس كيس يعني هذا يعني اخطر شيء في الداتا بيز انه انت مسكر على يوزرز وفعلا في الدايركت اكسس للتيبلز ما بيقدروش يوصلوها لكن في الاندايركت وي ممكن يوصلوا للانفورميشن يسوي انفرنس لبعض الانفورميشن من يعني عن طريق اللف زي ما بيقولوا اوكي عن طريق اللف. يعني اعطيكم مثال لو في هذا الصف عندي 20 فيميل و1 ميل وممنوع انت تطلع الافرج ممنوع تطلع على معاشات الموظفين بشكل مباشر بس مسموح لك في statistical database على سبيل المثال مسموح لك تطلع الافرج للسلبس فور اكزامبل
للسلرز، بس هون طلع للسلرز الافرج للسلرز، الافرج مش ممنوع. اشوف قديش معدل السلرز تاعتكم، فيهاش مشكله. بس اعمل كويري فور اكزامبل هلا اعطيني الافرج للسلرز تاعت الميلز، وفيش عندي غير 1 ميل في ال اذا عرفت السلري تاعته صح؟ كان عندي في الصف 1 فيميل، اعطيني افرج العلامات للفيميلز. مع انه لو تجي انت دايركتلي تقول له اعطيني علامتها فيش اكسس كنترول بيمنع. بس سمحت لك في بعض الاكشنز او بعض الكونديشن ايه بنسميها انفرنس اوكي، يعني يو كان جيت انفورميشن من الاشياء عن طريق اوكي الكوماندز مسموحه. يعني اذا انت بتسوي عن طريق الاوثرايزد موديل بالاكسس كنترول بيمنعك، لكن عن طريق الاوثرايزد موديل ممكن. طبعا هذا الاوثرايزد اكسس، عن طريق متاسف الاوثرايزد اكسس يو كان ميك سم انفرنسز تو سنسيتيف داتا اوكي. سو هذه من الاشياء اللي كمان بنقدر نعملها. كيف ممكن نحلها هاي الشيء؟ مش سهل حلها صح، يعني هذا يكون عندك تجربه فيها ومعرفه وبعدين نحل كل كيس لحاله. اكزاكتلي. اذا يعني عمليه الحلول لها ممكن انها تاخذ وقت او تاخذ دراسه حتى اني استطيع اني ما اكتشفت. يعني باي ديفولت يعني باي يعني هيك اكتشفنا انه الموظف الواحد الافرج تبعه هو نفسه. اذا ممكن اروح مثلا على سبيل المثال احط رول اضافيه انه ممنوع الافرج بالضبط اكبر من واحد. الافرج اذا كان يكون عدد اليوزرز اكبر من واحد، بس هاي تجيش الا بالخبره او خبره بس التعامل. فبدهم يعني مثل هذه الحالات بدها دراسه. طبعا انا الحكي بالذات بيكون اخطر وين على الستاتستيكال داتا بيزز، لما بكون في عندي الافرجز والمجاميع مثلا اوكي يعطيني مجموع السلاريز للفيميلز او للميلز وهم فيش شيء غير، او بقدر يعني انا بعرف السلاري تاعتك قديش وبعرفش قديش تاعتك الاستاذ منير اوكي. يعني بقوله اعطيني هذيك الساعه كويري اعطيني السلاري تاع منير مصطفى بيعطيني اياها، بس اعطيني مصطفى لحاله بيعطيني، اعطيني منير لحاله بيعطيني، بس انا بعرف تاع مصطفى كثير. اذا بقول اعطيني سلاري منير ومصطفى اذا اضرب يعني اكزاكتلي بدون ما تضرب بس تروح تاع مصطفى بتصرف السلاري تاعك اوكي. قلت لكم انا ركبت السلاري ولا ما قلتلكوش اياها؟ المره الماضيه بحكي لها رئيس الجامعه بقول له انا بقدر اعرف السلاري تاعك قلت لك اياها. ما تصرف شو الموظف الكويريز او السيت اوف كويريز لازم تكون معروفه ولازم استطيع انه اعرف كيف اتعامل معها اذا بدي احل مشاكل الانفرنس. طبعا هذه لحالها زي ما حكينا بدها دراسه معمقه على الداتابيز وعلى الكويريز اللي عندك وعلى الاشياء المسموحه والممنوعه وكل يوزر مين مسموح وكيل مين ممنوع. ممكن استخدم يوزر كويري من يوزر على يوزر عشان اعرف كمان اكسترا الانفورميشن. هذه كلها يعني من الاشياء اللي بدكم تديروا بالكم كلها ان جنرال مع في التعامل مع الداتا بيز. طبعا هذا الاكزامبل اللي حكيت عنه سو يوجوالي اما بسوي كويري سيت ريستريكشنز اوكي او بناء على الاوتبوت بسوي ريستريكشنز، او ممكن احلها عن طريق زي ما حكى الاستاذ منير انه بالخبره راح احلهم شو مالهم حاله بحاله، لكن بدها نوع من الانتليجنس مش يعني مش دايركت ريفوك او دايركت الاو للكويريز اوكي. بدي ادير بالي شو الاشياء اللي بدي اسويها على الداتابيز. كيف ممكن احمي الداتابيز يوجوالي؟ عن طريق انكريبشن. عن طريق انكريبشن شو يعني اسوي ايش انكريبشن؟ لكل شيء؟ لا شو بدي يعني شو بتسوي اذا سويت لكل شيء؟ بدي اسوي انكريبشن شو بدي اسوي؟ اوكي اذا يوجوالي داتا بيز ار فاليوبل ريسورسز اند كان بي اوكي بروتكتد باي مالتيبل لايرز اوف سكيورتي. ممكن احميهم بالفاير وولز، احميهم بالاوثنتيكيشن، احميهم بالاكسس كنترول، بالداتا بيز كنترول كمان ثاني ليفل اوكي. يعني فوق الاكسس كنترول تاع الاوبريتنج سيستم ممكن احميهم كمان بالداتا بيز اكسس كنترول، وممكن كمان يكون اسوي انكريبشن.
usually you can encrypt the entire database, or sort of sometimes you can encrypt some fields, okay, or records for the database. بس زي ما حكينا بدك تدير بالك لما بتسوي انكريبشن بدك تدفع ثمن الديكريبشن يعني ممكن ياثر في النهايه على الانفورمنس على الافيلابيلتي يمكن ممكن ياثر على الانفورمنس على الافيلابيلتي سو عندي هون السيرفرز اوكي سو يو كان لو طلعنا على الستيبس اليوزر بيسوي اوريجينال كويري الكويري بتروح على السيرفرز اوكي طبعا في انكريبتد database بيسوي الكويري اكسكيوتد بيسوي الاكسكيوشن في خطوه 4 برجعها انكريبتد ريزلت في الكلاينت شو بيسوي البروسيسور بيسوي لها ديكريبشن اوكي وبعدين بوديها لمين طبعا هون في بطء عندنا لكن في عندنا ليفل اوف سكيورتي عالي هون الصراحه بالجفرمنت ابلكيشنز ممكن تعتازوا ل يعني للانكريبشن اكثر من بس اليوزر نيم على بس الباسورد كمان ممكن بعض الداتا الحساسة كمان ممكن تسويها انكريبشن فور كونفيدنشاليتي اند برايفسي بيرس اوكي سو في الاي جوفرمنت ممكن انه الداتابيز مانجمنت سيستم يعني او الادمنستريتور او الداتابيز انجينيرز يعطوا انكريبشن لبعض الفيلدز اكثر من بس الباسورد اوكي يعني بمعنى او باخر بعرفش يعني شو في داتا حساسه مثلا عندنا للاشخاص بدها انكريبشن قدر ذات الباسورد احنا خاصه لما تدير بالك تتناقل هاي بين الوزارات هاي المعلومه خاصه لما تتناقل بين الوزارات يعني لما بتروح كلير تكست برضه الداتا مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله تفضل يعني مثلا كان احنا عندنا داتا بيس وعندنا عدد الاولاد فكان عدد الاولاد المؤثر اللي كان يدخل المؤثر انه هو فاكتور المحدد اعطيه مساعده بس فكنا دائما مره مثلا في نعمل له انكربشن بحكم انه عشان الداتا بيس واحد يدخل على موضوع الداتا بيس ويعدل اوكي كمان يعني رقم الهويه رقم الهويه بايومتريك مثلا بايومتريك انفورميشن زي ما اتفقنا ممكن انه تكون انكربتد اذا بدي ادير بالك ما هو احنا اتفقنا انه اما البيومتريك بتكون انكريبتد او البصمه بالذات لا البصمه ما هي مش صوره يعني شيء لا هو بس كيرفول اذا انا اخذت بصمتك كمان كداتا من الداتا بيس في ناس عملها انجكشن يعني وارد يعني احنا اتفقنا اصلا هذا بيدي بيت هذه الاصل نفسها اللي انه بعمل باسورد بالبصمه او البصمه بحميها بالباسورد اوكي اتفقنا انه هذه ما هي يعني بحد ذاتها ما موضوع نقاش صح؟ يعني قصد الدنيا تبعني بس ممكن انه بعض البيومتريك داتا اني انا اسوي لها انكربشن او الـ 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 او البصمه هي تكون الكي للانكربشن لل لبعض الاشياء اللي موجوده على الداتا بيز اوكي؟ اذا ستيل ممكن انها تستخدم اكثر من شيء نحكي عن الهوم مورفيك اوكي وذ نورمال داتا بيز انكربشن اوكي ترانسفير سيرفرز ذات باور اكلاود cannot do any work on it that way. يعني لما يكون في عندك database encrypted بطريقة معينة تقدرش تسوي مثلا إحصائيات تقدرش تسوي indexing لما تكون encrypted صح ولا لا في مشاكل ولا مش مشاكل يعني إذا tables كلها encrypted معناته بقدرش أسوي search مثلا for example وإذا بدي أسوي search كل مرة بدي أسوي decryption معناته في عندي مخاطر decryption أو مشاكل السيرش مع الديكريبشن اوكي والبطء طبعا في عندي شيء اسمه هوم مورفيك انكريبشن على الداتا بيسز عباره عن انكريبشن موديل خاص وهذا بلش يعني يستخدم من ناحيه بحثيه ومن ناحيه تطبيقيه بحيث انه انا بسوي انكريبشن على الداتا بيسز وستيل بقدر اسوي عليها بعض الاوبريشنز وستيل بقدر اسوي عليها بعض الستاتستيكال اوبريشنز زي الافريجز فور اكزامبل زي الصم مثلا لبعض الفيلد بطريقه معينه اوكي بدون ما اسويها ديكريبشن اوكي سو الهوم ورك وذ هوم ورك انكريبشن ا كومباني كود انكريبت اتس انتاير داتا بيز فور اور ايميلز فور اكزامبل بس ستيل ات از بوسيبل تو انلايز داتا وذاوت ديكريبتنج اوكي لان الموديل اللي عندي ممكن اني اسوي له ديكريبشن باستخدام
للاسف ممكن اسوي على اناليسيس بدون ما اسوي هذا النوع بنسميه ايش الهوموفيك انكريبشن. وهذا بلش الثاني من الاشياء اللي تستخدم في الـ في الليتريتشر وهي ريفرنس عليها اللي عندهم انترست في يتابع كيف هاي بتكون اوكي كهوموفيك انكريبشن. دير بالكم الانكريبشن كمان مره هذا بيصير من الاشياء المهمه اذا كانت باورفل. يعني اذا انت بتستطيع انك تخزن الداتا بيز تسوي انكريبشن على الداتا بيز مهمه اذا كانت الاشياء شو مالها اذا بتقدر تسويها بشكل باورفل. يعني اذا في عندك تولز بتقدر تسوي فيها انكريبشن على الداتا بيز بدون ما تسبب لك بطء او تسوي لك ان افيلابل سيستم اذا انت من الاولى انك تسوي انكريبشن على الداتا بيز. لانه لو انسرق في الداتا بيز او تيبلز من الداتا بيز كمان ما حدش بيقدر يفك. اوكي طبعا هذا من اي بي ام هذا الكونسبت اوكي ريسيرشرز تاعون اي بي ام بلشوا. سو مينلي حكينا في هذا السيشن عن الاكسس كنترول سوينا انتروداكشن للاكسس كنترول برنسبلز شفنا مفهوم السبجكتس الاوبجكتس الاكسس رايتس حكينا على الداك والماك ار باك والاباك اوكي وبعدين حكينا كمان على الداتا بيز سكيورتي في هذا السيشن اوكي. اذا الاكسس كنترول موديل صار واضح انه بعد ما انا اسوي اوثنتيكيشن بدي اوثورايزيشن موديل معين استخدمه في الابلكيشن اللي عندي حتى استطيع اني اعلي الليفل اوف سكيورتي عشان انه يصير عندي مور اند مور سكيور سيستم. الشيء اللي حلو في هذا الاكسس موديل اللي اخذناه انه كمان مره زي ما حكينا بضيفهم كاتريبيوتس بكره بعد الاوثنتيكيشن او مع الاوثنتيكيتر وهذا مهم في الاي جفرمنت بحيث انه كل يوزر بصير يستطيع انه يسوي شيء معين على على الابلكيشنز اللي مسموح له انه يستخدمها في اي وزاره او في اي مؤسسه. لما نحكي عن الاف اي ام مانجمنت كثير هذا الكونسبت مهم اوكي كما تذكروا لما نحكي عن الاف اي ام مانجمنت واللي هي الموديل اللي ممكن يكون الاقرب لاستخدام الابلكيشن بين ديفرنت مينستريز اوكي راح نشوف انه بقدر اطور الاف اي ام لموديل مش بس سنجل ساين اون مش بس يوزر نيم وباسورد بالاضافه لبقدر اسوي معاه الاتريبيوتس بتاعت الاكسس كنترول بحيث انها تصير تروح في الـ في الـ في الـ في الاوثنتيكيشن بروسيس نفسه. طيب تحبوا نبدا الاوديتنج ولا ناخذ لنا تو اكزامبلز خفاف نحكي عنهم نناقشهم؟ ما كنت عملي موضوع جديد يعني يا موضوع جديد نسوي الاوديتنج لا موضوع جديد ما اسمه زين ايه موضوع اسمه طيب انا دخلنا ايش هنا اوكي تو اكزامبل دكتور في انفكشن في اشياء على مستوى السيرفر هاردوير يعني الشيء انت بتقدر ايش تعمل انفكشن تحطها في الهارد ديسك تعمل انفكشن جوا السيرفر هلا مش يعني تكون برا السيرفر يعني معظم السيرفرز اللي تركب عليها كاردز اوكي بنسميهم انكريبشن كاردز خاصه في احنا على فكره يعني 90% يمكن اجوا بنقدر نفرجيكم عليهم يعني طلبناهم وشريناهم بس يمكن لحديت الاسبوع الماضي ما كانوا جايين اللي هم عباره عن انكريبشن كاردز بروس يعني عباره عن كوب بروسيسرز هم اللي هي عباره عن ايش؟ كوب بروسيسرز طلبنا اربع كارتات بتامل انهم اجوا إذا أجوا ممكن نسوي عليهم كمان يعني جزء من الـ هدول عبارة عن كاردز بيسووا هاردوير سيكيورتي فانكشنز بنسميها هاردوير سيكيورتي فانكشنز وهذا الهاردوير سيكيورتي فانكشنز بتعطي باور ليش؟ لأنه عملية الإنكريبشن والديكريبشن تايم كونسيومينج بروسيس الأوثنتيكيشن عملية الـ برايفسي انتسبي الكونفدنشاليتي والإنتجريتي والSHA algorithms لاحظوا أصلاً يعني ليش سيسكو مثلاً بتسوي appliances متخصصة بس في الـ security ليش؟ يعني هل الجهاز عاجز عن إنه يقوم فيها؟ عملياً يعني لو عندي أنا جهاز حاطط عليه كارتين مش فاهم بقوم بنفس العمل؟ بقوم بنفس العمل عملياً ولا شيء بس ليش أنا بروح بجيب فاير وول ولا بجيب راوتر ولا بجيب تعرف شيء؟ performance
بيرفورمنس. هذه اجهزه متخصصه للعمل باي اشياء بس. اما الكفر يعني الكونسبت والموديل نفسه، يعني لو حطيت كابتين شبكه، كان في كابت اليوم بقدر اوصله مع ال دي اس ال، وكابت بقدر اوصله مع ال ار ان بي، بعمل فورورتينج واكسس كنترولرز وبروكسيز وما اعرف شو. بس بس على السيرفر، على 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 جهاز يعني ولا اي شيء. بس ليش انا بروح بشتري فاير وول او بشتري هذا؟ احنا نزيد السكيورتي كمان. لا يعني هذا فاير وول كديفايس زين سكيورتي، هذا بس شيء مهم لما بعمل عليه بالظبط. نو نو ككونسيبت اوكي، احكيش عن عن يعني تكنولوجي معينه سيسكو. لا هو وصلك خارج امريكا بزيد شيء صح؟ بزيد سكيورتي اذا هو لا شيء، اذا مش كونفيجر. كان في سؤال what can you do with your old PC؟ واحد من الأشياء حي ممكن تعمل فايروس، تجيب منه فايروس وتحطه في الفايروس تعمل تسمون فاير. واحد تاني عامل مش بعدي لحن. هي نفس الكونسيبت تمام. أوكي فضل اللي في قلبه سوى كانون. That's it. عملية that's it. يعني you can use the old PC كفايروس which will work. بتعرفوا إنه فالنت في البداية شغلها كان عندها في المطبخ بنتيوم أو 486 كمبيوتر، كان كل ميلز اللي في فلسطين عليه طبعا كانوا كم ميل فلسطين تضبطوا لها بسرعهم. فيعني concept wise بلانت بعدين جابوا سانسير تمام. شوف اذا عندك انت الابليانسز يعني السيسكو فاير وولز الاذر فاير وولز التكنولوجيز اللي موجوده عباره عن بس بيرفورمانس سبيشلايز ديفايسز لعمل الاشياء اوكي. فاذا انت عندك والله 10 ترانزاكشنز بير دي بدك تروح تشتري فاير وول بمليون شيكل ولا ب 10000 ولا 15000 شيكل، معناته يعني مضيع على الفلوس صح ولا لا؟ يعني اذا انت في وزاره عندك كل عدد الترانزاكشنز اللي بتجيك مثلا من يعني تقدر تقول بديش اسوي الاشياء الصحيح. احنا بين ايدينا على فكره كادمنستريتور بين ايدينا فلوس قويه جدا، واللي بيحكي زميلنا انه انا حتى السيرفرز اللي عندي اليوم بقدر اشتري عليها كارتات سكيورتي كارد وين كانت اصلي اوكي، وهو كو بروسيسور بكون وبصير الاشياء تتم عليه داخل الكمبيوتر كيف تتم عليه داخل الكمبيوتر، اما للداتا بيز واما للاوثنتيكيشن واما للكونفدنشلتي او للراوتنج او 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 للاشياء كلها او للاتش تي تي بي اس او وات ايفر. اوكي سو موجوده اوكي. واحنا جبنا اربع كارتات وبتامل انهم يكونوا وصلوا لحديث قبل اسبوع حكوا معي انه موصلين عليهم طلبوهم، بس هل وصلوا ولا ما وصلوش بصراحه ما بعرفش. اوكي فاذا كانوا وصلوا اتليست ممكن نسوي عليهم كمان ديمو لكيف بنستخدم سكيورتي كاردز داخل السيرفرز وكده داخل السيرفرز. طبعا في بعض التطبيقات الحكوميه وتطبيقات ال يعني عمل الانكريبشن والديكريبشن في البابليك كي، لانه البابليك كي برضه تايم كونسيوم. في بعض السيرفرز بدك السيرفر نفسه يكون بيلت ان عليه كمان كوبر سكيورتي كوبر. بس مين بيعطيني كمان مثال اخذ من كل هذا الحكي؟ مين بيعطيني مثال اخذ من كل هذا الحكي؟ بين ايديك كل يوم بتعمل معه على سكيورتي تشيبس موجودة على اللابتوبس الفينجر برنت موجودة كسكانر اوكي. بس في الاي بي ام ديفايسز كلها عليها اللي هم سكيورتي تشيبس موجودة عليهم كموديول اوكي. سكيورتي موديول يعني ما بعرفش اللابتوبس العادية موجودة عليهم يعني حسب الفيتشرز اللي عليهم. بس الاي بي ام من اوائل الناس اللي استخدموا تي بي ام تشيب اوكي على الديفايس تاعك اوكي. يو كان ميك ديفرنت. ليش هو شو بتسوي انت؟ يعني ممكن انه بعض الكيز تخزنها على الهاردوير مش على السوفتوير، فعمليا الاكسسبيلتي لهدول الكيز شو بتصير؟ اصعب، بتصير اصعب بكثير. يعني هذا الميك كونسبت في اللابتوبس ليش بتحطوا السكيورتي تشيز؟ اوكي تفضل. طبعا بتسوي سيرف ديستركشن اذا سوى عليها واحد هاكينج، اذا انسرق يعني اذا انسرق وسوى واحد مثلا محاولات اكثر من مره، ممكن تكون انت مبرمج اللابتوب زي ما بتبرمج الايفون مثلا، صار اكثر من محاوله شو ممكن يسوي؟ لوك. وبعديها شو بيقدر يسوي؟ سيلف
تستروي للتستروي للداتا اوكي للداتا الخاصه انت مسوي لها انكربشن لهذا الكي او ديستركشن للكيز نفس اوكي ممكن يسوي ديستركشن يعني ديليشن للكيز اللي على الشيب نفسه وهذا نوع من انواع الجيد طبعا بمنعش الديف بمنعش بين ديف بس بمنع بين اكسس او برايفسي داتا تروح على الـ على الـ على الـ 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 يعني الثيف لهذا الديفايس فهذا جيد يعني هذه كمان كونسبت يعني حلوه الواحد يحكي عنها غيره كمان في اسئله ثانيه على الاكسس كنترول او اي ملاحظات تفضل يعني نحكي بشكل عام دكتور احنا اول ما بلشت الكورس صارنا يعني حكيت انه انا عندنا في الاداره وتوجهت انا مش عارف انه عندي سكيلز ولا بس بعد ما دخلنا في الكورس وقطعنا في المحاضره في السيشن الرابع اوكي اتضح انه احنا عندنا بعض السكيورتي ايشو هل احنا كحكومه كويتيه قادرين انه مثلا احنا نساوي مثلا اكثر من مثلا ورك شوب او سيشنز نطلع بدليل اجراءات السكيورتي حدا يجاوب لو تشارت معين بتهيألي الموضوع مش بهذه الطريقه الموضوع انه احنا صار في عندنا نوع من الاويرنس بانه كيف مؤسساتنا نكون سكيور كمرحله اولى لانه بالاخر كلنا والكونتريبيوت في المشروع اللي اسمه حكومه الكترونيه هلا الحكومه الالكترونيه لما بده يتم اطلاقها او تحضيرها بده يبقى لها السكيورتي سيستمز تبعونها اللي احنا بدنا نتلائم معها حتى نتلائم مش بس الحكومه انا بقصد حتى على مستوانا هلا اسال اوكي يعني جود اكشن بلان بس اتليست على يعني اللي كمان اللي بيطرحوا هي كمان موضوع يعني سؤال منطقي جدا يعني مش بعيد عن الـ عن يعني طلع عن الدليل برضو هذا الشيء بعطينا انه حتى بالمنطقه الحكوميه الالكترونيه انا كمؤسسه بغض النظر هل كمان سكيورت؟ يعني هل بقدر اسوي حكم على مش شرط اذا انا شوي سكيورت ولا مش شوي سكيورت قديش لازم اسوي؟ هل بقدر اشتري لي كمان 20% واسوي مؤسستي افضل؟ بالعشرين في المية ولا صحيح؟ يعني هذه برضو أنا برجعها كمان إلى ثقافة يعني ثقافة إلى دول كبير جدا التولز والأدوات الأدوات الموجودة بعتقد إنه يعني معظم الموجودين من خلال معرفة البسيطة بيعرفوا الأدوات يعني كلهم يستخدموا فايروول وفي بي إم ولكن هل الكلتشر تبعهم ثقافة اللي تربينا عليها كلنا هل في هاي إنديكيتد عشان كل يوم يعمل فيريفيكيشن للتشيك ليست هذه اللي تحدثت عنها قبل شوي هل نحن عندنا المنظومه المتكامله من الانتلكتشوال بروبريتي واللايسنس وهي كلها عشان انا احصل من اوراكل على التشيك ليست بشكل سريع اللي هي تتناسب مع الفيرجن اللي عندي او الفاير وول او الانتي سبام او الفيروس او اي حاجه فبدنا يعني أول حاجة بدنا نشرع أنفسنا كشرقيين كفلسطينيين بأنه نعتمد على أنه هاي الأرض نشتغل صح وبعدين الأدوات الكثيرة هذه بين أيدينا كيف نعملها هاي الدرايف بس أنا بدي يعني بدي أرجع ليحيى بس إذا في حدا كمان عنده تعقيد ثاني رح نسمح له بس أنا وضح بس شوية يعني عارف والله شو اللي بدك إياه يعني بحكي الأستاذ منير بحكي الأستاذ منير مرة واحد سأل مايكروسوفت قال ليش ما بتنزليش يعني من أحد الأسئلة في أحد الأرتيكلز ليش بتنزلوش فل سيستم وفيهوش مشاكل بالمرات يعني ويندوز كله مشاكل من يوم شو بدهم يشتغلوا بعدين أوكي يعني لو مايكروسوفت فتشت على البيرفكت ويندوز كان لهلا وصلت ل 2007 ومش بتخطر صح هم أطلقوا الويندوز وواجهوا المشاكل وحلوها هلا انا مع من حيث التفكير مع الاستاذ منير بس الاستاذ منير بطلب الاشياء تكون بيرفكت يا لا انا هذا التفكير مش يعني مع بيكون في مخيلتنا بيكون في مخيلتنا بس ما بنقدرش نسويه لانه احنا لو بدنا نسوي الاشياء بيرفكت وتسوي الاشياء عمرنا ما راح نبدا بشيء اسمه سكيور سيستم اللي بيحكيه يحيى انه هل بهالاشياء اللي اخذناها واللي بدنا ناخذها بالليجل كورس ممكن احنا نقعد كجروبس مع بعض او يمكن نخطر في بال واحد بيكون يسوي لنا بروجكت صغير او ممكن يصح له بروجكت من جي اي زد من اي يو انه نسوي جروب
نطلع بدليل اجراءات او ترتيبات معينه، نمشي خطوه نتلهي بده نمشي خطوه بالاتجاه الصحيح. يعني هو هلا قال لك انه انا اكتشفت انه في عندي اشياء لكن مش هي كل الاشياء المفروض انها تكون، هل بقدر امشي كمان خطوه معاكم او لحالي في وزاره العمل؟ وطبعا هو بحكي معاكم لانه احنا في جوفرمنت بروجكت بحيث انه نطلع دليل اجراءات. هذا دليل الاجراءات هو عمليا جزء من اللي بتبيع فيه الايزو 27 صح؟